مرض التشقق هو مرض فسيولوجي، تعرف يا مرض فسيولوجي، لأن الأمراض النباتية هي عادة أن تقسم لثلاث أمراض، يا أمراض طفيلية أو أمراض غير طفيلية بنسميها فسيولوجية أو أمراض فيروسية. نعم. يعني مرض فسيولوجي مش مرتبط مثلا بفطريات أو بكتيريا أو حشرات، ولكن مرتبط بظروف بيئية جوية، ممكن نقص في السماد أو ما له علاقة يعني بالأمراض الفطرية اللي أو البكتيرية اللي هي الطفيليات الشائعة في أمراض النبات، فبنسميه مرض فسيولوجي. نعم نعم. طب ما السبب الذي يؤدي إلى إصابة ثمار الفواكه بمثل هذا النوع من الأمراض؟ بشكل عام في أسباب كثيرة، طبعا كافة أنواع الفواكه وحتى جزء كبير من الخضروات بتتعرض للتشققات سواء العمودية أو الأفقية. بس علميا يعني تعزل الأسباب لثلاثة أمور. السبب الأول أنه هذه الظاهرة بتكون مرتبطة بالري المفرط للمية أو العطش الشديد. والسبب الثاني له علاقة بالتغيرات المناخية والبيئية، مثلا انتقال نبات من فترة برد ورطوبة عالية إلى طقس حار وجاف تشقق الثمار. في كمان أسباب لها علاقة بالعمليات الزراعية، المزارعين مرات كثير بيستخدموا النيتروجين أو الأمونياك بصورة مفرطة، وكذلك ممكن يكون مرتبط في قلة وجود عنصر للكالسيوم أو البوتاسيوم أثناء فترة نمو الأزهار، خاصة عنصر الكالسيوم، بهذولا بيلعبن دور كبير في التشققات اللي بتحصل على الثمار. نعم. طب باشمهندس فراس، ما هي أكثر وغالبية الثمار أو الفواكه التي هي عرضة للإصابة بهذا المرض؟ أكثر شيء بشوفه المزارع، خاصة معظم المزارعين في حدائقهم المنزلية، بلاحظوا مثلا في الرمان، موجود في الحمضيات، مرات البندورة بتتشقق، مرات البطيخ بتشقق، مرات الشمام بتشقق، فكله بيكون عرضة لهذا السبب. لأنه اللي بيصير انه زي ما حكيت لك، مرات على سبيل المثال تعطيش النبات في الحمضيات، بيكون المزارع في الناس الليموني او البرتقال عنده فتره زمنيه طويله عطشانه، بعديها فجاه بتذكر انه يسقيها، فبسقيها كميه كبيره من المي. ففي البدايه واثناء الجفاف شو اللي بصير انه داخليا هي الثمره بتعرف الى قشره ولها لب. نعم. بيكون اللب بنكمش كثير، ولما اسكيه فجأة بنمو نمو سريع فبصفح او بشقق القشرة، مما بسبب عنه التشوه اللي بتشوفوه عادة في التين او في الحمضيات. هذا سبب له علاقة في الري. نعم نعم. اذا الآلية الخاطئة في عملية الري زي وكأنه بنباغتها، بنفاجئها بهذه المياه، كميات المياه، فيؤدي الى هذا الخلل الذي تتحدث عنه باشمهندس فراس. طب يعني اذا بدنا نتحدث عن الوقاية او الطرق العلاجية، هل بالامكان ان نستخدم مثلا مواد معينة سواء كانت عضوية او سواء كانت بالاسمدة والى ذلك، حتى نتفادى الوقوع بمثل هذا نوع من الأمراض الفسيولوجية اللي حضرتك ذكرتها، وكي إذا ما وقعت فعليا هذه المشكلة كيف بالإمكان أن نقوم بحلها؟ أوكي. في يعني إحنا بتعرف المرض الفسيولوجي أولا ما إله علاجات سحرية ولا إله رش كيماوي، فكل اللي بنقدر نعمله إنه تدابير وقائية فقط. يعني ممكن نلخصها في إنه في اليوم في أصناف كثيرة مقاومة للتشقق ومقاومة للجفاف. وفي كمان ممكن المزارع اللي بيكون عنده خاصة بالحدائق المنزلية لازم يعتدل في عمليات الري. نعم. لا يعطشها كثير خلص. يعني انت بتخلي الشجر اللي عندك ضاري انه يشرب بكميات وفترات زمنية مرتبطة بدرجات الحرارة وبالصيف وبالشتاء. وكمان تجنب الافراط في اضافة السماد نيتروجيني، النيتروجين كثير زيادته بيلعب دور كبير، او قلة الكالسيوم لانه عادة المزارعين للي معني كثير في حمضياته لازم يعطي يعني جرعة كالسيوم تقريبا كل 15 الى 20 يوم لازم يرشه او يضيفه في التربة في
بالذات الكالسيوم. وكمان نقطة مهمة كثير رجاء أنه خاصة بالصيف ودرجات الحرارة العالية ما يسكن الواحد وقت الظهر. وقت الظهر كثير بيكون العمليات الأيضية سريعة. وفي الوقت الأمثل إمتى باشمهندس فراس؟ الوقت الأمثل يا إما وقت الصباح أو وقت المساء بتكون درجات التبخر قليلة والعمليات الأيضية بتكون قلت ونزوجة حركة المياه زادت لما تكون مخففة وسريعة داخل النبات. وبتستفيد من هذه الكميات اللي احنا بنقوم فيها من كميات المياه، مش بتروح زي ما ذكرت حضرتك للتبخر وبالتالي يؤدي إلى الجفاف لاحقا، يؤدي إلى خلل ربما في الثمار في إنتاجيتها في كميتها، بالإضافة إلى أمور أخرى قد تتعرض لها هذه النباتات أو هذه الفواكه. صحيح؟ مضبوط 100%. نعم، اجمالا اشكرك جزيل الشكر المهندس فراس بدران خبير في الإغاثة الزراعية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.